السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ عدنا للعبة سونيك، سونيك اول ستار ريسينج ترانسفورم. ويعني بهالحلقة هاي بدكم المشاهدين اللي شاهدونا، طبعا اللي عم شاهدونا اول مرة اهلا واهلا ومرحبا بكم، بس بالنسبة للي عم شاهدونا المرة الماضية بيعرفوا انه بالورد تور هون وصلنا لايفنت كبيرة هون بتكلف 8 نجوم. حنعمل لانلوك اميغو انلوك اسمه اميغو، ولنشوف شو الاميغو. ويلا حلو. يبدو انه الايفنت اللي كانت هون هي ما لا ايفنت، بل هي انه لحنا فتحنا الكاركتر اميغو اللي سابقناه وربحناه بهي الجزيرة. هاي معلومة جديدة تعلمناها، وهلأ صار عنا كاركتر جديد، وبعتقد هلا حنتعلم انه الكاركترات تاخذها بهالطريقه هي. وهذا هو الشيء المفاجأة بهالحلقة لهلا. هلا عنا يا بوست تشالنج يا ريس. والله خلينا نبلش بريس، شوف شو وضعه. وين شايفين؟ وينه وينه ليكو؟ هذا هو اميغو. اميغو سيارته كتير بطيئة ولكن لفات احترافية، ويعني سيارات هيك انواع كتير، بس احنا حبينا نطور هذا الكريزي تاكسي. طبعا بما انه صار ليفل 2 صار فيك تساوي بالانسد، يعني تخفف من سرعته وتزيد من لفاته، بس انا حابب خلي سرعته ونشوف شو حيصير فيه بعدين. طبعا مثل ما قلت لكم اذا عم تشاهدونا اول مره، هي اول مره انا العب اللعبه، يعني ثانيه بثانيه ما شايف. جيت ريدي نبدا بالمي السباق على ما يبدو بالمياه، ويلا يلا ننطلق نشوف شو هذا المي. ما كثير مناح على ما اتذكر، ننطلق هيك بشكل مستوي ما نساوي شيء. ويلا وصلنا على الارض، وصلنا على الارض، وصلنا على الارض، ناخذ الطريق الضيق معنا شيء هون هيك. شوف هذا الطريق احسن، انا ما بعرف الطريق اساسا، بس عم جرب نعمل ركوع، نعمل دريفت، نضل منطلقين، الجمهور عم يصفر، ننطلق ونحن المرتبة السادسة بالوقت الحالي، نعمل ركوع وننطلق هيك. ما اخذت البوست للاسف، روح طريق اليساري، ما عندي فكرة شو كل طريق. طبعا له بيكون ميزات بس انا مالي حافظهم نهائيا. ناخذ الرجمة هيك 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 بسرعة، ونحط اللغم لهذا الساعة من المرتبة الثالثة، نحط هو هيك بهالشكل بوست. يلا دريفت، وراح علينا بوست. يس يميني جميل، حول للفورم المائي، وتعال روحنا على الطريق اليساري مثلا، ونعمل هيك لفة ما منيحة اللفة كانت، بس نحن بالترتيب الخامس سبقنا شوي، تقدمنا شوي. ناخذ الهدية اللي هون فاير ووركس، نضربها هيك وتفادينا اللغم اللي كان موجود. في زوبعة بالنص، دوامة، زوبعة دوامة، طريق السواقة صعبة جدا. بويزن هون، هي مثل بوابة زمنية. أنا بالمرتبة الرابعة بالوقت الحالي، ويلا يلا انطلقنا انطلقنا انطلقنا، وبلش مشوار اللفة الثانية، ونروح هيك ونكبر اللفة هالمرة. اكلنا ضربة غير موفقة نهائيا، ننطلق هيك ناخذ الستارت من هون، ونعمل هيك انطلاقة سريعة انطلاقة سريعة انطلاقة سريعة، وانا بالمرتبة الخامسة لساتني عشان هذا الطريق المرة. قفلة، نحط واحدة هون واحدة هون، ننطلق من هون نلف من هون، نحن المرتبة الرابعة الخامسة الرابعة الخامسة. نزلت من طريق جديد على ما يبدو، بدنا نهديه هي نشوف شو هي. ويلا انطلاقه الصاروخ، لا 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 يا شباب، لا يا شباب. لاعب محترف هذا اللي قدامي، طبعا حط لي هاللغم هذا، اخذنا نجمه. ساعتها الخامسه، المرتبه الخامسه صعبه يعني السباق جدا. ناخذ المي، جلوبس جلوبس هلا صار فينا نحطه، هذا ندافع عن نفسنا شوي. طالعين باقصى السرعه، شو حيصير؟ ناخذ كريمو بترول ونطلقه، هذا مثل سيارة سريعة، تعال نروح هاللفة هالمرة، الدوامة عم تجزلني شوي، عم تحس فيها بالسواقة، وفتنا هي الزمنية هون، مرتبة ثالثة، نعم مرتبة ثالثة، يلا يلا إن شاء الله إن شاء الله هلا اللفة الأخيرة بنروح على الثانية أو الأولى لنشوف، ورجعنا للفورم العادي، هذا الفورم اللي إحنا بنتميز فيه.
حروح مرة تانية بهذا الطريق اللي حفظته، انطلاقة بوست وسرعة وتشفيطة، انطلاقة وسرعة تانية، يلا يلا سرعة تالتة، نحاول نتفادى هالحيطان هدول. ومرتبة تانية، مرتبة تانية، نعم 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 نعم، لا 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 يلا 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 نحط الجلوفز احتياطا لان اي حدا يضربنا اي شيء. فلير تيك هون واي هدية وفاير ووركس، ونضرب له فاير ووركس على امل انه نصيبه، يمكن صبته ما بعرف. نحاول نعمل هيك وانطلاق البوست، يلا المرتبة الأولى مع انه صعبة كثير بس نحاول. وفتنا بالمي، نعم بالفورم اللي ما بنحبه. شو هي؟ نحلة، أول مرة أشوف النحلة، نضربها للنحلة، انطلاق يا نحل، النحل بده يقرصه، نعم بده يقرصه، هل النحل حيقرصه ولا لا؟ هلا شوف شوف، في شوية نحل قدامنا، بلش نقص السرعة، معي فاير ووركس حخبيها شوي لقدام، فيرست بليس بس هذا المنطقة مضايقني، حاول نتفادى، ونضرب له، الله على هالصاروخ، يا الله على هالصاروخ، يا الله على هالصاروخ، يا سلام يا سلام يا سلام. المرتبة الأولى بصاروخ قبل الخط، يعني صاروخ خبيته، نعم خبيته ليسبقني، وفرحة فرحة من كريزي تاكسي، يا سلام والله حماس، هذا الصاروخ حماس كتير، يا سلام يا سلام. ما بعرف إذا حيطلعونا مستوى جديد، حسرع هالقصص. طبعا فتحنا هالخريطة، طبعا صار فينا نلعبها مع الأصدقاء إذا بدنا، وخلينا نعمل كونتينيو. بس والله صاروخ صاروخ جميل، نعم جميل. هلا فتحنا تحت، ما هو تحت؟ كازينو 55 توكن، شو هي؟ تعالوا نشوف شو هذا الاختراع. ايوه نحن هلا عندنا توكن، كل ما نكبس كبسة بنستعمل خمسة. اذا جبنا اذا جبنا فواكه مثل بعضها نربح. يلا يا مشاهدين، ثلاث بردانات I start with ice in the next event. خلص هذا اللي بنا، هلا صرنا حنبلش السباق القادم ب ايس، ضربة ايس. معناتها اللي احنا هلا اللي بنا اياها البوست تشالنج، هي عملناها صح؟ كله عملناها بوست تشالنج. نشوف البوست تشالنج، بس في شغله حتزعجنا انه بالبوست تشالنج انت ما بيهمك ال اكيد بدنا الكريزي تاكسي مشان السرعه، بس اللي حيزعجنا انه بهالسباق يمكن ما في سباق، يمكن نحن نلعب لحالنا، بقى الايس ما حيفيدنا بشيء. بقى نشوف سونيك، مرحله تابعه لسونيك، مرحله جنونيه فضائيه، كانه شايف الكره الارضيه ورا او طايرين نحن بالفضاء، او هي اللعبه مثل اللي لعبناها هلا، وكرات بلياردو اعتبره كانه كرات البلياردو، وهي شكلها فضائيه. شوف الطريق على الجهتين، يا الله قد ايه تعبانين على الشغلات، واللعبه بدها جهاز، هي كرات بلياردو، كرات الحظ الى اخره. شو تعالوا ننطلق ونشوف بوست ستارت، ما بعتقد صارت اول مره بس بنحاول. انطلاقه، طبعا معنا ايس ما حيفيدنا بشيء، كبوا بشكل سريع، ما بعرف شو بدنا نساوي بشكل سريع. انا ناخذ كل البوستر، هاي بوست وهاي بوست وهاي بوست وهاي بوست. شو عم يصير؟ انا ضعت وهاي بوست، كل بوست بيعطينا شوية ثواني. فادا هيك اشياء سوبر جام، لا راح علينا واحدة موت. اي لا لا، ضربة بالرأس توجع، نعم ضربة بالرأس توجع، وراح السباق باين انه راح. خلينا نشوف، نحاول اخر محاولة ونطلق هيك، نحاول نتفادى هالامور هي، ناخذ هيك نطلق هيك، نحاول نعمل الموضوع هذا، بركي ناخذ بوست يعطينا ثانية ما اخذنا الوقت. انطلاقة هيك، طيب هيك هيك، انطلاقة هيك، تشيك بوينت، قربنا نقلل، قربنا نوصل بأقصى سرعة يا شباب، يلا 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 يلا، أعطينا كمان بوستات بوستات بوستات، كنا ثواني كنا
ثواني، والله في امل نعملها، في امل يا ابطال، في امل. وهي بوست، وهي لا هي راحت، وهي هيك، وهي هيك، وهي اللي ضيعتني تماما المرة الماضية، ما فهمتها ابدا. لفة هي لفة مخول، وانطلاقة سريعة، وهي هيك، دريفت مستمر. لا 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 لا، عندي بوست استعمله وبنطلق ثواني. لا 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 خلص، فقدنا التركيز، فقدنا التركيز. حناخذ هي، اخذنا هي بس خلص فقدنا التركيز، وتفقد التركيز خلص، تايم اوفر. فقدنا التركيز لانه اكلنا اكثر من ثلاث ضربات ورا بعض بدون اي داعي. معلش بس صعبه جدا، حماسيه. افان ايفنت فيل، ايفنت فيل، بدنا نعيدها. حلاوه انت حتى لو بتعمل، طب فتح لنا هذا الموقع. الحلاوه انت حتى لو بتخسر بتاخذ شويه اكسبيرينس. Get ready. وبوست ستارت. 3 2 1 go. وبننطلق اقصى سرعة، اقصى سرعة. طبعا في ميزة عنا انه تعودنا شوي على الطريق. بوست هيك، بوست هيك، ننطلق وبوست هيك، وبوست هون. Checkpoint. يلا يلا هيك، انتظارنا هيك، وضعنا منيح. هري اب مان، هري اب، بدنا نستعجل يا سواق. ننطلق باقصى السرعه، ونعمل هي البوستات تاخذنا شويه بس وقت. نحاول بعمل هذا الكوع الرهيب، باخذ هي هيك، وضعنا ما كثير منيح. نحاول ننطلق، يلا يلا يلا، وهي انطلاقه هيك، ويلا هون تشيك بوينت، يلا تشيك بوينت، خمس ثواني ناخذ انطلاقه سريعه. الله على الصعوبه اللي عاملينها. وهلا نروح يسار بعدين، هي عنا بوست نستعمله كمان، ليش نخبيه كثير؟ لا روحنا وحده، روحنا وحده فينا كثير. ننطلق هيك، وهي روحنا وحده، هاي واحدة هون، هيك، هاي السرعة هيك، السرعة خيالية، لا، السرعة خيالية، يلا، لا 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 لا، بسرعة 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 بسرعة، لا 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 تشيك بوينت، فينيش، ربحت ربحت، ربحت ولا خسرت؟ ربحت. نعم نعم، اللي بيشوف الإعادة يمكن الوقت كان صفر. نعم أنا ربحت بآخر آخر جزء من الثانية، وربحنا السباق هذا والكريزي تاكسي، فرحان ومشاهدين. أخذنا بوينتات منيحة، 1300 إكس بي. خلينا ننتقل بشكل حماسي وما نطلع من التركيز والحماس لسباق جديد. نعم سباق جديد، بس مين السباق الجاي؟ السباق الجديد اسمه ريس، يعني سباق، وهو من مراحل سونيك. تعالوا نشوفه وان شاء الله يكون حلو. طبعا عم نلعب بكريزي تاكسي بس مشان نطلع فيه مستويات اكثر، مشان نشوف شو حيعطينا. بسم الله نشوف شو حيصير. والله انطلاقة جيدة، والله انطلاقة ما كانت حلوة. المرتبة السادسة، يا ريت لو معنا الايس هالمرة مو المرة الماضية. كنا ضربة واخذنا ريموت كنترول، يلا نضربه هيك، نروح حالة بشكل سريع. ما طلعنا شيء، ما طلعنا شيء. ما بعرف شو بصير، اخذ ايس على المرتبة الرابعة، ما شاف حدا قدامي يضربه ايس. هاي ايس بضرب على هاد، على ايس ما بضرب غير بشكل مباشر تماما، بضرب ايس هيك، هيك ايس. يا سلام صعبه، ولا صبته باخر وحده، صعبه ما سهله. نعمل قوه، ما بعرف اذا طلعنا برا الطريق بنطير بالهاويه ولا شو بصير، مشان هيك نحاول نكون منتبه شوي، نحط قنبله وانا لا 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 لا، فعلا بنطير بالهاويه، بنطير بالهاويه اذا وقعنا.
اطلع هيك بشكل سريع. لا ما اخذنا المرتبة الثالثة. كثير الطريق صعب، كثير الطريق صعب. اذا بتخربط بتقع خلاص. ضربات البلشين اتفاديناها، اخذنا ستيكرز وايس. وهي ايس حلو، وهي ايس كمان. صرنا مرتين لهذا الانسان. فيرست بليس، فيرست بليس المرتبة الأولى. نعم وهي ايس لورا. اوه نضرب لورا كمان. في طيارات عم تضربنا ما بعرف ليش، ما بعرف ليش عم تضربنا هدول الطائرات. انا هلا سابق السباق، بس انا شايف على الخريطة انه هن وراي تماما. بأي ثانية ممكن يلحقوني، واللفة الثانية بتبلش وأنا متصدر السباق. نحط آيس، نضرب آيس بشكل سريع للي ورانا. نضل مطلقين فاير ووركس حلوين. بدنا مشهد سبيشل، نضرب فاير ووركس لورا وريموت كنترول لورا ونجمة جديدة. انطلاقة ويلا يلا شو عم بيصير؟ نعم شو عم بيصير؟ نحن هلا بوضع غريب دومينيتينج، بس السواقة صعبة جدا جدا يا مشاهدين، جدا جدا. عم حاول ادمر شيء، ضربت فاير ووركس لدمر صخرة ومعي اعصار. فيني اخبي الاعصار والله. بضرب الاعصار هلا بس ما الاعصار ما بيدمر هالنحل هذا كله. طلع بنفس السرعة بس سامي الأول ورجعت للطريق العادي، والطريق عم يتشكل قدامي مثل ما انتم شايفين. أنا ما شايف الطريق عم يتشكل مثل قوس قزح أو طريق يبدو إنه رالف شايفه على الخريطة هو اللي لاحقني، وهو عدوي الوحيد بالمباراة لغاية الآن. رالف هذا اللي شفناه، ونحط له قنبلة على أمل يأكلها. طلع كمان نضرب كمان، والجمهور عم بيهتف باسمنا باللعبة بيجي جو. ونحن هلا متلقين بسرعة منيحة. أهم شيء إنه بس ما نطلع على الطريق، يعني هلا كنت حاطلع وأنا عم بحكي كنت حاطلع. رالف لاحقني بسرعة خيالية شايفه على الخريطة. نعم رالف لاحقني بسرعة خيالية، حط له قنبلة بدي يصاب فيها على أمل يعني حاول نتفادى ضربات الليزرية تبع هالطيارتين هدول مزعجين جدا. ومعي جلوفز هلا لأحكي حالي احطهم يلا في حال حدا ضربني صاروخ. والفورم الجوي بتمنى يكون شيء جميل. هاي ايس لورا، ايس لورا، ايس لورا. حاول اتفادى اللي انه انا تفاديت السوورم يعني الفترات خلينا نسميها. نطلق هيك ننزل على الفورم العادي. يلا قربت، هانت يا شباب، هانت يا شابات، هانت يا مشاهدين. يلا يا كريزي تاكسي، وهي تخميسة هيك دريفت دريفت وانطلاقة. يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص خلاص خلاص. يعني هذا السباق فعلا كان سباق اسطوري. هذا واحد من السباقات الجيدة اللي عملناه. عوضنا يعني لعبنا سيء قبل شوي بنهاية جميلة. شوف الحركات الفنية. يا سلام يا سلام. تعالوا نشوف شو اخذنا. اخذنا 750 بونس لانه الاول. درايفنج 216، ويبن 575، اسلحه انه استعمال الاسلحه بالتوتال 1700 حلوين. واخذنا هاللاصقه هي وكل والمنطقه هي صار فينا نلعب فيها وقت نحب. يعني متقدمين منيح بهاللعبه، عم نتسلى، عم تكون هيك حلقات سريعه اكشن ومسليه. ويبدو انه هاي الجيت بدنا نفتحها بالحلقة القادمة اللي بدها 7 نجوم، ولنشوف بعدها شو حيطلع لنا، شو مخبيت لنا هاللعبة، لعبة السونيك. خلينا يعني ما بدنا نطولها كتير لانه سونيك عنده العاب كتير ان كانت ادفنشر وعادية وركض وسباق. خلينا نقول لعبة السونيك اول ستارز او سونيك ترانسفورمد او لعبة السونيك بس بكفي للسباقات. شو مخبيت لنا بالحلقات الجاية؟ بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة الخفيفة السريعة المسلية اللي يعني نوع تغيير بشكل عام بالقناة او باي مكان. بتمنى اذا انتم اول مرة تنزلوا لتحت تعملوا سبسكرايب، بتمنى انه تلحقونا على هالروابط الموجودة قدامكم او كلها موجودة تحت المقطع. تلحقونا للتواصل على تويتر وفيسبوك، لايك وفولو، وحتى تويتش تي في
وكل الأشياء هاي. وشكرا كتير لكم، كان معكم عمر صاحب ID 1 جن جن 1، ومع السلامة.